سلام ورحمة الله. دخلت فضل أخ كريم. كيف خير بس بعدين تعلب سنسنا هذا. أوه فضل. أمشي أمشي أخي 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 اسمعني مزيان، نحن اخوت. الاخوه تبقى في الدنيا وفي الاخره. انا اش غنقول لك؟ ربي اللي عليك. شفتي هذا الشيء اللي كاين، شوف باش انا تعرفني، ماشي نقولها لك قدام في وجهك، انا يشهد الله نصيت الالم ديالك. حيت الانسان ملي غادي يعاني 20 سنه كل واحد فينا ما يقدرش يعاني اسبوع، حيت حنا كنعانيو من الظلم وكنشوفو اللي كيظلمونا. وتخيل انسان 20 عام صعب. فلهذا اسمع نقول لك، اسمعني. الامور سوف ترى انها تحسنت باذن الله. انا باش تعرف العلاج كان ندير باذن الله. مابقاش كنشوف المنام. انا شوف نكملك. انا درت واحد البرنامج بفضل الله تعالى، اجتهدنا معاك وعرفنا اش درنا بفضل الله، بعد الله التوفيق ديال الله، ولكن نعطيك واحد المفتاح هو نفسي وعلاج كذلك روحي. علاش؟ حتى إن فكر من فيك للرجوع أو الاختباء كيسمع الباب مفتوح لك في أي لحظة. وفين ما يكون عندك فرصة لجي المغرب خسر غير تيفوق قبل أسبوع ماشي يدخل المركز. عندي وعد الإخوة اللي كاينين دواء أنا علاج لكل شيء، وحتى زوجتك جيبهم في روحها تعالج. قالت لي بغيت نسلي دعاء نسمعوك. يعني إنسان باش يعاني ما يخدمش. شوف اخي المركز اي لحظه تجي محرا نتكلم مع الاخوات، هذا ماشي غير معك، كنديرو مع بزاف الناس اللي كان حنا شنو كديرين الميزان كنشوفو اللي ما عندوش. الا فتحتي الباب كلشي يقول ما عنديش، ولكن كنعرفو الناس. الله يرضي عليك. حنا عارفين عشنا هاد الشيء، راه تكرام اللي بغى يتكلم خليه يتكلم، اللي ما عندوش حنا مستعدين نتعاونو، ما عندناش مشكل. انت الباب مفتوح لك. علاش؟ باقا مرتك خاصها تجي تعالج، بنتك راه كتصرع، ولدك خاصو يجي يتعالج. وقلتي لي واحد الامر مهم خطير. شنو هو؟ انك لما كنتي نفس الوقت اللي كترقى هنا في نفس الوقت زوجتك كاش وقع لها؟ يعني ولدك في بلاصتك حطيتو حداك في البلاصه ديالك كيتهز وكيتخبط. القران كتحطو لي عند راسو قالت لي القران يا سبحان الله تهز وطرح. هذا الكلام. طيب هذه حقيقه ماشي وهم ولا كذا. فلهذا اسمعني نقول لك امور واضحه، سيرتك السلامه، اي حاجه خاصك اخوك انا قبل ما تجي اسبوع اتصل بالاخوات يدلك مكان باذن الله عز وجل ومرحبا بك ان شاء الله. اذا كان شي مجنع المبشر وقبل باقي مزيان. وبالنسبه لزوجتك حتى هي والاب والابن ديالك جيبهم ماشي مشكل. الرقيه ديالك تديهم جوج الحرام. شوف اللي عندكم عندكم كامل. كل واحد وكل ما كفشرك كل فشرك تترقي فيا وتترقي باسم الزوج الولد والحسد على النعمه والمال الزوجين. هي قالت لي الراس ديالك بغيت تفرق في نفس الوقت. راه عانت في الراس وكلشي مشى دار التحاليل وكلشي لا لي فيزيت ما لقاو عندها والو. ولكن تقول لي راسي راه ما كاينش الكره. فين في شمس فرنسا؟ ها؟ في اليوم. في اليوم؟ خويا في اليوم. سبحان الله. ممكن نصيفطو عندك. هذه في حالة ما كتوقع شي حاجة وقعت لزوجتك بزاف لا قدر الله، اطلبوا الله يسهل وييسر الامور، تعالج دغيا الى بقات زعما كاين مزيره قبل ما تجي عندي، مساعده مني جهتك ان
شاء الله راه عندي النمرة ديالو. مرحبا. ابوني معاه حتى هو دابا عندي. مرحبا. مرحبا. واما المركز هنا سير طريق السلامة غير وصي الاخوات. ناخذ الدعاء ديالك. سير الله يطيق السلامة والله يفك الخير. لا 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 احنا خلصنا. سير وسلم على الاهل. راه صالحة الله فيها. انسانة صالحة بارك الله. سير الله يوفقك سامة. وتا الجد كيشكرها. كيقول كتقوم اللي كتعاون معاه باغا ليه الخير فتهلا الله فيها. سير الله وراك انت شكرتي انها انسانه صالحه كتصلي كتذكر الله. سير الله يسخر. سير الله يعاونكم. لا ماشي مشكل بارك الله فيك سامحني.